في زمن التكنولوجيا المتقدم، ما هي التطبيقات الذكية التي يمكن للصائمين استخدامها في شهر رمضان؟ تنبيهات مواعيد الصلاة والإفطار والسحور. توفر تطبيقات الهاتف المحمول المختلفة تنبيهات قابلة للتخصيص للصلاة اليومية ومواعيد وجبات الإفطار والسحور، مما يساعد الأفراد في البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بالتزاماتهم الدينية وجدول الصيام. تطبيقات الزكاة. تسهل التكنولوجيا حساب وتوزيع الزكاة من خلال توفير حسابات الزكاة ومنصات للتبرع عبر الإنترنت للجمعيات الخيرية. تطبيقات التلاوة الصوتية وتطبيقات ترجمة القرآن. تتيح التفاعل مع النص القرآني والمحتوى الروحي بسهولة على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى الترجمات والتفسيرات بلغات متعددة. الوصول إلى وصفات الطبخ عبر الإنترنت. تستضيف مواقع الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي وخدمات البث مجموعة متنوعة من برامج الطبخ الرمضانية، مما يسمح للأفراد بإعداد أطباق خاصة للإفطار والسحور. تبادل التهاني في شهر رمضان. تتيح وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل للمسلمين تبادل التهاني والتبريكات مع العائلة والأصدقاء والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. التطبيقات الصحية. توفر تطبيقات الصحة واللياقة البدنية ميزات مثل احتساب السعرات الحرارية وتتبع النظام الغذائي والتذكير بشرب الماء بعد الإفطار، كما تضم تمارين روتينية مصممة خصيصاً لشهر رمضان. سجادة الصلاة الذكية. تعمل المنتجات المبتكرة مثل سجادات الصلاة الذكية على توفير شاشات رقمية للأوقات الصلاة واتجاه القبلة. منصات مؤتمرات الفيديو. بعد أن فرضت جائحة كورونا عزلة على المجتمع وأثرت بشكل مباشر على عنصر الترابط العائلي للإفطار، أتاحت التكنولوجيا للصائمين الاجتماع افتراضياً مع العائلة والأصدقاء لتناول الإفطار من خلال منصات مؤتمرات الفيديو.